شلون احنا والله بالكهرباء انقطعت عندنا الكهرباء، بس رجعت انا قلت لكم 3 دقائق وارجع للبث يعني وياكم. ما اعرف هي صدفه صارت انه طلعت لبنى عبد الكريم هي سدت الكاميرا وهي من طفت الكهرباء، الاضواء كلها طفت يعني اشتغل هسه مولد المنطقه. راح اراويكم العمل، يعني هو العمل جاري، العمل بعده تحت التنفيذ، العمل جاري، فاراويكم العمل. مرحبا استاذ فرحان الجحيشي، مرحبا نورس عدنان، مرحبا ماهر، العفو ريم طه يا عزيزتي يا زميلتي مليون هلا، شنو رايك بالعمل؟ كتبي لي بالله، واذا عندك مجال الصعيدين تعايدين اصدقائنا الفنانين وتعايديني اتمنى والله الشرف، قل لي اريد اصعد. حسين علوان مرحبا بك استاذ حسين علوان، اذا تحب تصعد اي واحد يحب يصعد خلي يقول اريد اصعد. حسين علوان اتمنى تصعد وتعايد العراقيين يعني من خلال هذا المنبر البسيط. مرحبا بك، اراويكم العمل. ابتهاج اسكندر مرحبا اختي العزيزه الفنانه التشكيليه الممتازه. يربان ارت هوش جالدن جانم. ماهر منور استاذ خالد شكرا، النور انت، كل النور انت. علي عبد الكريم مرحبا بك اخي، شكرا شكرا لك. هسه انا راح اراكم العمل يعني افر الكاميرا شويه. سهاد نجم مرحبا استاذ سهاد حبيبي، سلم لي على الوالد سهاد، سلم لي على استاذ نجم الله عليك هوايه فنان رائع. هذا العمل يا ربان ارت، اسمي تقوله غلط يا فنان، يا شو اسوي؟ اعتذر ام سوري. يا ريبان ارت يا ري، اوكي اكتب لي اياها بالعربي ما دام كتبت بالعربي، اكتب بالعربي وخلنا اشوف. اسمك جليل الواسطي مرحبا بك استاذ جليل خطاط الممتاز. ابتهاج اسكندر منور فناننا الرائع، شكرا ست ابتهاج يا عزيزتي. كانت تعجبني تعليقاتك من انشر صور امي الحجيه، كنت متابع صور امي الحجيه، ان شاء الله راح ايت هاي الفقره مال انشر الصور مال الحجيه. شكرا لك يا ابتهاج، شكرا جزيلا. ريم طه كل عام وانت بالف خير للجميع، سلمت بداي سلمت يداك حلو الاسود برز الشغل. طبعا 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 هو العمل بعد يحتاج له، هو يشتغل انت مثل ما تدرين فنانه تشكيليه ومدرسه في معهد الفنون الجميله حضرتك، تدرين العمل يبدي من الباك جراوند الى ان ينتهي باضافات تطلع الشكل، يعني هي اللي تسوي تكمل التكوينات، يعني هو هذا العلاقات اللونيه تشتغل. محمد خلف الرماحي مليون هلا، اثير الهاج اريد اشوف ايدك شلون ملونه، هاي ايدي ايدي حلوه وانا طالع من وراها اسوي لك هيجي اوكي. تشكيلي حسن الامير مرحبا، عمل جميل بوركت، شكرا استاذ حسن. ارجع لي فوق لانه فاتي كم تعليق، العفو. روى روى رواء حمدي ست رواء، اتمنى لك الصحة والسلامة يا عزيزتنا، يا رب يعطيك الصحة والسلامة ان شاء الله. والله اشوف انا مقارنة اشوف شنو الموضوع. ظافر فريد منور الاستاذ، شكرا استاذ ظافر من المانيا، شكرا. اسمي يريفان مرحبا استاذ يريفان، اكو واحد يريد يصعد يحييكم فاهلا وسهلا بي. استاذ ظافر من المانيا مرحبا استاذ ظافر، راح يحيينا ودنا ننتظر ويحييكم. مها الياور مرحبا ست مها. ريم مرحبا ست ريم. ارجع تمام. علي اسماعيل فيها مشكله شوي تطول انقطعت الدعوه. من مناسبه العيد يعايد الجميع او يقول كلمه مناسبه، يعني هاي اللوحه شوفوها هاي اللوحه، يعني ان شاء الله هو عمل للعيد. انطوني رايكم. بالمناسبه انا طفيت البنكه شوفوها الساعه قلت لكم عليها، البنكه طافيه واني ظال بالضيم لين شكلت هذا تشوفونه البلاك
ما انت البنكه سيار وجبته للتليفون حتى يشحن، واني سلقت من الحر بس فرحان لين وياكم على بيوتي. مرحبا استاذ علي اثير الهاجر، اهلا استاذ ظافر، نيت هلا بك، يرحب بك ظافر اثير. سعد ادهم مرحبا، مرحبا استاذ. مازن ايوب مرحبا استاذ مازن ايوب، مرحبا بك. علي اسماعيل الف مرحبا. ابتهاج اسكندر، شو ماكو بعد صور الحجية، البركة بيهم ترى، الله يحفظها لكم وسلامي لها، شكرا. والله راح اوصل سلامك لها بعد يوم حجية، سلم عليك ابتهاج اسكندر. فنانة اسمها ابتهاج اسكندر، سلم عليك. أم تقول كل الهلا بيها وسلامي حار إلها، شكرا ست ابتهاج. ده سمعيني يمكن الصوت ما أعرف بعد، صوت الحجية تصيح. حسين علوان أنت والإبداع متلازمان من أجل إبراز الجمال كي تمتع به الآخرين. مرحبا أستاذ علوان عزيزي، شكرا. أتمنى إذا تحب تصعد ويانا بالفيديو أنا أدزلك الدعوة، تصعد تعايدنا، تعايد العراقيين، تعايد المتابعين، إذا كنت في مكان مناسب طبعاً، يعني احتمال مو مكان مناسب. Enter Art، Enter Art، Welcome here، Welcome Hosh Golden، تمام. التشكيلي عبد العزيز زياد، مرحبا التشكيلي عبد العزيز، أعتقد أنت من الخليج، أعتقد يا التشكيلي عبد العزيز زياد، مرحبا بيك. ألف ألف وسهلا بك. تمام. جليل واسطة المندلاوي حبيبي خلودي، متألق وعمل جميل جدا، بالتوفيق شكرا لك. رواء حمدي ألف لايك لك يا أختي العزيزة. مهندس محمد خلف الرماحي، كل عام وأنت بخير يا غالي، شكرا يا أستاذ محمد خلف. التشكيل حسن الأمير، عمل جميل بوركت، شكرا أستاذ حسن. تمام تمام. محمد خلف الرماحي كذلك، آني سلم لي على الحجية الغالية، يوصل يا محمد الرماحي يوم. محمد خلف الرماحي ابن خلف يسلم عليك، ابن عمك. سلامي لك، تقول سلامي لك يا محمد خلف الرماحي، توصل لك الحجية مستار، السلام الخاص إلها. تمام. عفوا. هلا ايادي مرحبا، هوش جالدن. خالد عبدو مرحبا استاذ خالد. علي السمحان حياك الله استاذ خالد، بالمحيي استاذ علي السمحان حبيبي. ابتهاج اسكندر تقول فدوات، هي تقصد فدوات الامي لان هي تنزل سلام للحجيه، شكرا ست ابتهاج. علي السمحان هلا بيك حبيبي. تمام. أثير الهاجر تحياتي لخالتي العزيزة، وكل عام وهي بخير صحة وسلامة. أثير الهاجر ابن أختك يسلم عليك. سلم عليك أثير، أمي العزيزة تقول سلام الأثير ابن أختي الغالية. أثير ابن خالتي للمعلومات يعني. ست حنان النجم حاضرة ويانا، بدنا نسمع منك شيء، يا ما تكتبين يا ما تصعدين، واحدة من الاثنين ما أعرف. كتبين شيء ولكل العراقيين خلال هذا المنبر البسيط. دينا القيسي كل عام وأنتم بخير وسعادة، عاد الله عليكم البركة والخير، شكرا سيد دينا فنانة التشكيلية دينا القيسي، شكرا عزيزتي. خالد عبدو تحيات أستاذ خالد النعمة، عمل رائع، كل عام وانت بألف خير، شكرا استاذ خالد، شكرا جزيلا. عمار مهدي محب، عمار السويعدي مهدي محب، وينكم اللي يحب يصعد يعني مرحبا بيه. تمام. محمد الرماحي تحياتي ايضا للعزيز الغالي ام ستار يوم. محمد الرماحي محمد بن جبر يسلم عليك ابن عمك. محمد اي يسلم عليك، تقول سلام خاص محمد جبر ابن عمي الجميل. حنان النجم قلت لك سلم لي
أنا هم على الحجية بس طفرت رسالتي. لا مو طفرت، عذرا ست حنان، بس هو ما لحق يوم. ست حنان النجم من ألمانيا تخصك بالسلام، تقول سلم لي على الحجية. تقول الله يسلم الحجية، ردت عليك ست حنان تقول الله يسلمها ويعطيها الصحة والعافية هي وبناتها. يو سمير يوسف مرحبا بك. برانكا غروبيسكي نحباني للي وايد. برانكا ويلكم ماي فريند. وش قال دين؟ برانكا غرو، برانكا غرو يعني ويلكم. هافا يلمز هاش جالدن هافا هانم تشكر لار ويت بوريا جالدنيز اتشن تشكر ادرن بوريا جالدنيز اتشن تشكر ادرن. تمام هاي الجملاني كاتب على الحائط. ست هافا تمام. زكية زكي زكايش زكايش هوش قالدن زكايش هوش قالدن جانم. عصام أحمد مرحبا بك. رافد السويدي حياكم الله، أهلا أستاذ رافد عزيزي. حنان النجم فدوى القلبها، شكرا ست حنان تقول فدوى القلب أمي حجية. شكرا حنان النجم، امي كانت يعني مشغوله تسوي الكيتشه مالت العيد هي وام امير والفطومه. راح اشرب مي، راح اشرب مي بالبطل على عناد اختي وشقيقتي خلود. والقران غصيت يعني حبيبتي خلود ما قاصد، لا بالعكس ام سندس الجميله. تمام سلام السويدي ليش ما صرت مترجم من جند بتركيا؟ سلام السويدي أنا يعني وين رجال تاتي تاتي بالتركي، مجرد أحيي الناس لأن هم دي يدخلون علينا متفضلين. أي شخص من تركيا أو من أي العالم هو متفضل يدخل البث ويقدم تحايا أي إنسان. حنان نجم اللوحة فنشها تفنشها لو بعد، والله بس شوي انتظر الجف بعد ما ادري والله، خلي الجف واشوف شنو اللي يصير. ست حنان شكرا. اثير الهاجر تحياتي بصوره دقم شنو للولس والصوزه ما اعرف دقم بها القضيه، يمكن لها علاقه بالنحباني للو. عافية رافد سويعد العافيات شكرا. عادل الصغر عزيزي استاذ عادل فنان التشكيلي العراقي المبدع من دياله، الف تحيه لك ولكل فنانين دياله. استاذ عادل الصغر يكتب يقول اليوم ابدعت يا صديقي الغالي واستمتعنا مع الوانك وصوت لبنى، بس ليش غلست من ذكرت اسمي ذكرت اسمي لبنى على تعليقي لكم مع العلم. انت قلت لها يلا اوكي صار راح اقرا الخوف على عم باني. قلت لها منو؟ قالت عادل اصغر. سكتت ضحكه بالاخير فدوى ضحكتك، ضحكتك حلو. لا والله بس انا مشغول بالعمل يعني ومدنك طبعا ظهري يديني وقاعد اشتغل، فقلت لها منو؟ ما سمعت لانه شوف انا خالي هيدفون بلوتوث بالتليفون اسمع قليل، شغلته ما رهم شفته ما خليته بدني نزلته، مع انه اخلي باذني هذا الهيدفون البلوتوث يخدمني جدا بس ما رهم ما اعرف الوش، فلو خاله باذني لا كان سمعت زين. وانا اعتذر استاذ عادل الاصغر والف تحيه لك ومليون تحيه يا ملك المائيه فدول الله. انت شقد حلو ترسم مائيه خاطر الله، هي المائيه اي واحد يجيتها. شكرا لك وان شاء الله في اليوم نستضيفك ان شاء الله. ان شاء الله هذا بيت راح اسوي ملتقى للفنانين ويا اللي يجي من يطب الباب تتلقى الحجية أمي، أمي عتقلب كبير يوسع الكون كله، ياها اللي يجي ترحب بيه وأخذه وأصعد هنا يمي بالمشغل يقعد يرحب بالمبدعين والجمهور.
ان شاء الله هاي فكره يعني راح اسويها. واللي يجي مغترب من برا، اذا اجت لبنى من برا، اذا اجت حنان من برا، اذا اجى عمار من تركيا، يعني لبنى بالسويد، حنان بالمانيا، عمار بتركيا، فناني من تركيا، بعد ابو سندس بتركيا، كل اللي برا يعني الموجود، جماعه الخليج اللي يسمعوني هسه اللي يجون من الخليج، من السعوديه، من الكويت، اي واحد يجي ارحب به واستضيفه هنا بهذا المشغل، لان هم مبدعين فيحبون مكان المشغل، ما يحبون يقعدون على هاي الكراسي ما ادري شنو، لا لا يحبون المشغل، لان المشغل هو مصنع الجمال. شواني ما شاء الله طر 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 ولا اسكت شنو بلبل. المهم فهذا المشغل هو مصنع للجمال. حكم مقولة يعني راح أعطيكم فحواها، الكادحين هم من يصنعون الجمال في بيوت الأثرياء. يعني هنحيلها للفكر السارتري، هي هاي القضية تقول الكادحين هم من يصنعون الجمال في بيوت الأثرياء. ليه ما تلقى لك واحد ثري كلش يقدر يرسم لوحة ويدمر إيديه وكذا أو يغني أو ما. المهم يعني أحس هذا مو موضوعنا، فأي واحد يجي حتى إن كان عربي ارحب بيه ويجي. اكو واحد سوى ضحكات وعرفه منه وهو اساسا يعرفني يعني، بعدين اقول له عليك، بعدين اقول له تمام. ضحكني والله العظيم يا عزيز. المهم خلوني مسترسل يعني شايل مالتي، ام تقول لي انت ما تلحق اوكي يعني هي تسميني ابو السيد. المهم فخلي احكي وين رحت. هاي الضحكات طبعا اللي جاوب التليفون طلعت نسيتني. اوكي اي واحد يجي من برا استضيفه بيتي، اخليه على راسي وادخله لهذا المشغل، ان كان عراقي، ان كان عربي، ان كان اجنبي، اجنبي اقصد كل واحد مو عربي هو اجنبي طبعا، تعرفون انتم من الاتراك تركتشا يعني، اي واحد اي واحد يجي وراح اشوفه، راح استضيف هنا، راح اسوي راح اقوم بكم ان شاء الله. وما ادري يمكن مهدي ومحمد راح يجون، يعني هم قالوا راح نجي، والله انا فتحت مرتلق ودا انتظرهم، اذا صدق اجا وجابوا العود هسه صح ديني نصل ليه، بس والنبي ما عندنا مشكله. حتى الحجه قالت، قلت لهم راح يجون، قالت هلا بهم يمه، قلت لهم ما نصل ليه، قالت هلا بهم يمه. امي يسعتها قلب يشيل الدنيا، يعني ما تعرف تقول لا، كله اي تقول قلبك يمه قبله على ايدك. اريد الحق اورث الججاره ماكو، يعني هاي الجداحه بيد ايش قصار لها، واني لك شنو اني ما تقول لي برج الجوزاء من قالت برج الجوزاء، خلنا نرجع لي راح يرجعني كل شيء الاخير. عبد المح نحباني ارجع عبد المؤمن دج. المهم عبد المؤمن مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك. لبنى عبد الكريم تقول برج الجوزاء ما ينقدر عليك. ها 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 انت يمكن برج الحوت قلتي مو؟ والله ناس فقره طيبين احنا برج الجوزاء، بالله الكريم كل واحد من برج الجوزاء خلي يكتب لي ويأيد، لانه دا يقولوا لي ما ينقدر عليك، لا طيبين وفقره صح. يمكن انا اقول لك احنا ننفعل للدرجه القصوى نوصل ونرجع نسترخي ونشعر بال يعني بالإنسانية، نوصل للدرجة القصوى، ما عندنا حل وسط، ما عندنا أخواني كلش ما عندي وسط، لو كلش لو كلش، وما أحب الوسط وما أحب الحيادية، يلا حتى الألوان الحيادية ما أحب، لو مثل ما يقولوا هن لو عارج لو أهادن وتتيق، ماكو بالنص، ماكو قضية تمام. أقرأ تعليقاتكم كلش، بس أنا أريد أقرأها لأن اللوحة ما أقدر بعد أشتغل كلش صار طلبة. لازم لا والله خلنا أصعد، ما أريد أكو ناس تقول قاعد تفوت تعليقاتنا، لا والله عظيم بالعكس، بس خل أسمع شيء بالله بلكة يشتغل هذا الجهاز الـ MP3 اللي جبته اشتريته اليوم، ركض ركض بس ما لحقت أشحنه، يعني جابوا لي إياه بالتسعة إلا ربع، إيش وقت أشحنه؟ خليت على الشحن ما لحق، خل أشحنه اسمحوا لي خلي شوي هذا يرتاح.
شاحنة جلاكسي راح أشحن الجهاز حتى نسمع صوت جميل. هاي لازم، هاي الأغنية مال ملهم السود لازم لازم تمشي. لازم ما نلعب. طبعا أثير تاجر ما معنى الترف. أنت أعلم يا أثير تاجر ما معنى الترف. طبعا أنت مدرس أعتقد لغة عربية. الترف وما أدراك ما الترف. الترف اللي هو يعني ترف المادة أو ترف الحياة أو ترف النفس أو واحد. المهم هو الغنى وليس الغنى. أحمد الشاعري لوحة جميلة، شكرا أحمد الشاعري. حسين الكيف فعلا جميلة جدا، بدأت مرحلة الترف. الله شوف هسه وظف الترف هنا توظيف آخر. أستاذ حسن عمران هو هذا القصداني، أستاذ خالد أحمد الشاعري سفاري القطعة اللي في الأعلى. والله هي راح تبدي التوزيعات. اي والله صدق صحيح. وينها احمد الشاعري؟ وينها؟ احمد الشاعري اذا بس قول لي اصبعي راح امشي واكتب راسا عاشر عمل رائع. اوكي هاي رقم واحد. شو راح يصير رقم واحد؟ حسن كيف اقترب بالرسم العمل بالحس الجمالي اكثر من التقنيات. طبعا 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 ويدك الرئيس حسن عمران كيف يا مترف الحس فدوى لقلبك فدوى من رحت لنحل الباب اللي شلون تلقيتنا وشلون فدوى شو تعبان وعرقان وتهتم بالفنان. احنا تذكر يمكن جبنا حوالي 30 فنان او كل شوي من بغداد جينا ومن المحاورات تذكرت ايام النواف الجماليه انت تلقيتنا وتعبت ويانا وكان مهرجان ومعرض جميل. احمد هي هذه الاستاذ هذه احمد الشاعري والنبي ادي الزكاه لامريكا والنبي محمد بعد هاي بس قول لي هاي اقول لك ايه. سجاد الخطاج مرحبا بيك احمد راح ابقى خلي اصبعي هي هاي لك التذكي والله عظيم خطيره هاي هذا الجزء ما هو بس ما اقدر اشيله هسه لا بدات مرحله الترف. احمد الهاجري أحمد الشاعر من هذا أحمد الشاعر استاذ تمام هاي أحمد الهاجري أخو أحمد الشاعري واحد الزليال أمريكا إلى أريزونا يعني هاي حجزت أحمد الشاعري. طبعا أنت إذا شوف هي صح أجزائي بس إلى العفو كل جزء يطلع منها ماكو وأنا أضطرها هطلع برواز راح تصير بشكل لا يوصف. قاسم الوادي لحق احجز لك لوحه انت دخلت حبيب قلبي انت من امريكا انت من ميشيغان عيوني ادزها لك بس لحق احجز لك جزء تمام بس مطيع الجميلي هذا رقم واحد فيها الكثير من الحلم والرومانس. اي احمد الشاعري ذكي شكرا استاذ مطيع. مطيع الجميلي هو فنان تشكيلي فرد عليك برد محترف ويعي ما يقول. قاسم الوادي جميل شغلك باوع عين استاذ قاسم الوادي قاسم طبعا نحيي استاذ قاسم الوادي. قاسم الوادي احد المصورين المعروفين في بغداد هاجر الى امريكا ميشيغان هو قرايبي واحبه ومتعير وانت صغير هو يرسم يعني هو رسام الرجل مصور مبدع والان عنده استوديو المنار استوديو مشهور في ميشيغان امريكا. الله يوفقك ان شاء الله ويبارك برزقك يا قاسم الوادي. مطيع كلها جميله وفيها احساس عالي. مطيع الجميلي فدوى قلبك مطيع الجميلي يابا بالمان ايش قد سولفنا فيك انا وحيدر صدام والنبي لحد انا اذكرك ونزل نزلناه هيك شيء بالجبل رايحين المتحف سولفنا على مطيع الجميلي بوقتها وسولفنا على اوميد
اي اتذكر سولفنا على اوميدي اللي بعمان، سولفنا على مطيع الجميلي كثير يعني حلو جنان وحيدر صدام هناك، سولفنا بيكم. احمد الشاعر في حلو اي احمد الشاعر طبعا احمد الشاعري مخرج عراقي في امريكا اريزونا، مخرج مبدع وممتاز، ان شاء الله راح انشر البيج ماله هنا. انا اتمنى هذا المنبر البسيط ان شاء الله نشع من عنده الجمال ونشع من عنده كل شيء جميل. اخوان تدوا اذا عبر تعليق وما قلت اعتذر واسف للجميع. بس اخوان شفتوا برج الجوزاء اذا فقيه فدوى القلب يسوي هيك، واذا عصبي يدرون بي انه اصير عصبي حتى ما اعرفه. واني هم مصور اثير الهاجر، اقدم تحيه الى اذن خالتي الجميل اثير الهاجر تميمي، مصور ممتاز ومصور عرسي مو اثير قبل، مدرس اثير خريج معهد فنون جميله، فنان ممتاز وجميل. الف تحيه لك اثير وزوج خالتي ابو ثامر كاظم ناصر الرماحي، وصل له تحيه وخليه يشوف اذا قاعد حلو لك وبوسل الأبو ثامر. جمال هوني، جمال هوني اعتقد اني اعتذرني الصوره ما شفته، اعتقد انت الرسام اللي قاعد بالمتنبي ترسم كل جمعه، ترسم مباشر بطل، ترسم مباشر يقعدون قدامك ولد وبنات ترسم بلزيه، اشوف شفتك يعني ترسم مباشر بدون ما يعني، فهذا طبعا جراه كبيره ممتازه. احييك منها جمال، اذا انت جمال هوني قل لي اني الرسام المتنبي تمام؟ رسام اللي بالقشرة في شارع المتنبي، رسام جميل مبدع ويريد ينشر الجمال تمام. بالك تدوس على الورد، هاي حفلة بالسويد للفنانة العراقية لبنى عبد الكريم، هاي الباخ نزلت عندي فري تمام. والله ولا في تعليق، بس لا في تعليق تمام. حسن الكيف تقريبا سويت كامل بمساحه 200 متر، جلسات 50 كرسي زائد مرسم كبير الله زائد غرفه ضيافه. واهلا بيكم عيوني فدوى القلبك حسن الكيف اجيبهم، انت ايش تدري بي انا من اقول؟ الهم الفنانين التشكيليين وغير التشكيليين واجيك عيوني هاي متفقين؟ حاضر لنا بس شوي اجي يكسر بس ينحرك نجيك ونسوي مهرجان جميل يمك. هاي دعوة على البث من حسن كيف، شكرا حسن. بشار قاسم، بشار اعتقد انت المترجم اللي شفت ويانا بتركيا اعتقد. بشار الشاب الجميل الحلو ياما ساعدتنا بالترجمة تركية، كنا كل ما يخابرنا بشار الحقنا اذا انت قول لي انا اوكي. قاسم مرحبا بيك تمام. يعني شلون ما يعطش هذا ابو عنده هيك لسان؟ بس هذا الباكيت اوكي جدا حوش وما تمام. والنبي ما ادري وين شو مالك ويقول لك الرسام ما عنده رسام كل شيء ما في قضيه حتى بالهندسه بالعماله بالموسيقى. هسه انا قلت جداح شو مالك هنا اذا من شو مالك تاخذ زاويه تروح هنا باوعتنا والله لقيته عشان الرسام والله عين عليك مصور خطير بس بعد ما ادري يهتم بالطبول. انا افضل الوبر يعني المعلومات هسه راح اسمعها. حسن عمران الكيف على هامش البث كل جلسه قصيده اوه يا ريت والله يا ريت. وانا اتمنى تصعد تلقيها بصوتك يعني انا ادري صوتك اجمل من القائي بعد ما ادري فاذا ما صعدت انا القيها اوكي بس رد علي اتمنى تلقيها بصوتك اصعد ويانا ماكو مشكله يعني حايط وراك بسيط وكذا وافتح كاميرا ولو دنيا الليل بعد ما ادري يعني ظرفك شنو ما اعرف اذا عندك استعداد اصعد يعني اثير الهاجر
جمال هوني صديقك صديقي شلونك؟ ها أكيد تعرفه جمال هوني؟ قل لي هو نفس الرسام قاسم البيضاني. شلونك أستاذ قاسم يا حبيبي صديقي وزميلي بالعمل فدوى لقلبك أستاذ قاسم كلش مشتاق لك، ألف تحية لك قاسم البيضاني. سحر محمد أهلا ست سحر محمد. ست سحر محمد دزت لي أعمال طلعت نحافة أنا ما أدري نحافة ممتازة ومشتغلة ريليف حلو نحت بارز ما شاء الله عليها يعني كانت في الجامعة المستنصرية مشتغلة. أحييك من ناس سحر محمد أعمالك جميلة جدا إن شاء الله ننشرها. أحمد شاكر مليون مرحبا جمال هوني نعم حبي أنا هلا وجمال هوني تشرفنا بوجودك هنا إن شاء الله استضيفك اليوم هنا تمام لا أنا ورانا بقراونت هاي اللوحات وكذا لا تخاف البنك أخلي المال مكيف يطلع لي للهواء موجود راح تبرد الأيام ولو يلا إحنا شو إحنا قضينا نرسم بالبيت ونات يا عيون تجمع خوتي بعد تقول بكيفك يعني أنا مرة شفت فنان أو فنانة غرفة جميلة جدا كبيرة مكيف شاشة بلازما بقد الباب ميز منها لهناك كل ألوان أكريليك وزيت الألوان الأكريليك من هاي الدسمة تدوى القلب قد الموت عليها متروسة بالعافية عليه هذا مشغلها بالعافية عليه يلا ما أريد أكمل أنا بعد مشغله إن شاء الله وتسلم يا طيب عشان أرجع أشوف أنا عم أصور جيد أنا وين أرجع أشوف ليش الوطن أشوفها يلا دقيقة لا مو نشيد وطن عمي هاي سيمفونية طبعا هاي الموسيقى اختاريتها البرنامج تشات ارت تذكرونه سمعوها محمود فهمي الرسام الجميل مليون مرحبا بيك محمود فهمي من نال كندا تدوى الله شيء موصل اني ما قلت حايا من القلوب الى رسام مبدع جميل اكو لوحه نشرتها مال يمكن في الحديقه فتاه في الحديقه شنو هالجمال شنو هاللون شنو هالتراث التكنيك تحيه لك يا محمود فهمي ان شاء الله من تجي محمود فهمي من تجي من كندا العراق استضيفك هنا نسوي لك لقاء ونحكي على سيرتك الذاتيه ونشرفني والله هلا اياد عمل ممتاز لكن اين الفرشات شلون يعني اين الفرشات دقيقه خلينا نصيها بعد مش عارف هاي موسيقى الكمال احبها نزلت انا بيها فيديو تفاعلي ويا لوحاتي تذكرون شو تسوي هيجي هي الموسيقى هو اكو فيديو لاخر راح اسويه انا ويا لوحات سبحان الله النجم نور عيني ماكو مجال تصعديني انا محمود فهمي استاذ محمود ماكو مجال تصعدي انا يعني تعطي عيدك مبارك للعراقيين تهني بكيف اذا انت في مكان مناسب يعني حسب كيفك تمام يا الدزلي شكرا 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 عزيزي خلنا نكمل مال الفرشات شنو مال الفرشات هاي خلنا اسويها شلون اين الفرشات بيو ابسترات
ديو دي ديو بويل ما أعرف شو هو. شو بدأ يطلع المزيد؟ عموماً ست هلا أيادي رأيك محترم، بس كنت يعني بس توضحين لي. إن شاء الله أرد. محمود فهمي عيدك مبارك وأيامك سعيدة. حبيبي أستاذ خالد أشكرك جزيل الشكر يا قلبي يا محمود فهمي، بدوى لقلبك. وأنا شايف عندك لقاء، عندك تلقائية وبساطة جميلة كلش، حبيتك يا أستاذ محمود حبيبي. شكرا جزيلا. حسن عمران الكيف نورت الغالي أستاذ محمود. طبعا دا يحيونك أستاذ محمود فهمي من خلال هذا المنبر البسيط. حسن عمران الكيف تعرفه فنان تشكيلي عراقي، دا يحييك يقول لك نورت الغالي أستاذ محمود. تمام. أنعام النجم مرحبا ست أنعام. محمود فهمي حبيبي أستاذ حسن أيامك سعيدة وعيدك مبارك. رد عليك أستاذ محمود فهمي. يا حسن يا عمران يا الكيف يا جميل. يعني ليش احنا طلعنا أغنية حزينة؟ قبل شوية كانت لبنى تغني ومرتاحين، بس طلعنا هاي الموسيقى الحزينة. تمام. أثير الهاجر يقول شلونك أستاذ جمال؟ ده يحيي جمال هوني. جمال هوني هلا أستاذ أثير، رجع لك التحية. أوكي يعني أصير بيناتكم رسول للحب وللجمال، كل تعليقاتكم يلا أوكي خلنا أصير رسول للحب وللتعارف، وأتمنى تعارفوا من خلال هذا المنبر البسيط. بس قل لي حسن الكيف أبو علي، بس قل لي تقدر تلقي بصوتك لو ألقيها أنا بصوتي؟ محمود فهمي مرحبا حبيبي استاذ، هاي قريناها حبيبي. نورت حسن العمران، نورت الغالي استاذ محمود، اعتقد قريناها. يا ريت لو يجون هسه محمد المعالي مهدي محل بالقران، كان انقلب البث غير شكل، يجيبون العود وهنا وبهاي الهوسه في دول الله. وجد حتى صعد امي سلم عليكم، ولو هي ما تقدر سودة علي يعني تفاصيلها وجزئية ما تقدر تصعد درجة، أشيلها أشيلها وأجيبها والله. تمام. محمد حمزة الفرة كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية. شكرا أستاذ محمد، شكرا جزيلا. تحية مال عيد من أستاذ إبراهيم خليل. شكرا أستاذ إبراهيم خليل رماح، شكرا حبيبي أشكرك. زوفان بوتياي مارتينيو يو لوك يعني هذا التعليق يو لوك باسنت ميوزك جود. يقول هاي الموسيقى حلوه ميوزك ذس ميوزك لايك ات. كل عام وانت بألف خير، شكرا شكرا. فدوى لقلبكم. تمارة الداغستاني فدوى عيني شلونك، هلا وست تمارة الداغستاني. ست تمارة فنانة تشكيلية سورية، مرحبا بيك. يسعد مساء اصدقائي الفنانين، يسعد مساك ست تمارة الداغستاني، شكرا جزيلا. حسن عمران الكيف كاتب رجع نوافذ جمالية. والله حسن عمران اني امنيتي ارجع النوافذ الجمالية، واللي ما يعرف شنو النوافذ الجمالية هو تجمع اطلقته في سنة 2011 ضمينا به، كانت بالفيسبوك، الفيسبوك كان حديث يعني ظهر عندي ضع طويل في التواصل الاجتماعي والفيسبوك، يعني هاي مو جديدة السالفة علي مال اسوي بث مباشر وانجح به، لا سألوا جماعتي شلون نجحنا بالنوافذ الجمالية اللي هسه حسن عمران كيف يعني سولف عليها. فكرة النوافذ الجمالية، احنا سوينا مجموعة، أول مجموعة بالفيسبوك طلعت من أرض العالم الافتراضي اللي هو الفيسبوك، وسوت عمل واقعي، سوت مهرجان ومعرض تشكيلي ضم مجموعة من الفنانين العراقيين من شمال الجنوب من زاخو إلى البصرة،
كل أطياف الشعب العراقي، العربي، الكردي، التركماني، يزيدي، البغدادي، البصري، التكريتي، الأنباري، الذيقاري، السماوي، الديالة فدوى روح لهم، خانقين فدوى القلبهم، أربيل، كردستان، سليمان، الكل، كل القادسية، العمارة فدوى روح لأهل العمارة. بعد لا أنسى لأن بعدين عاتبون يعني أعرف. بعد قلوا لي محافظاتنا اللي ما ذكرناها، يلا هنا كربلاء، والله فنانين كربلاء، محافظة النجف فدوى، يمكن الطلقاني من عتم كان. الحلة اللي بيها حسن عمران، الحلة بيها فنانين. يعني أنا شفت بالعراق الفن التشكيلي بالذات يعني، أو بقية الفن، المركز طبعا هو الأول بغداد، تجي من بعد الموصل بعض عليه، تجي من بعد الحلة، تجي من بعده هو يعني جزء متوازي، البصرة يعني الحلة والموصل يعني أكو تقارب بالمستوى يعني، وبقية المحافظات كلهم يعني مبدعين، بس هاي المحافظات بيها كم هائل من الفنانين التشكيليين المبدعين. الحلة بيها فنانين روعة يعني، شرد أذكر سعد عباس اللي يرسم رسم يخبل، ولا لا لهيبة من الناصرية يعني، صلاح حسن أو كن زهراء، الزهراء زهراء عباس أعتقد، حسن الكيف، يعني ما تحضر الأسماء ما أمارد أعدد لأنه لازم في اليوم إن شاء الله أعدد الأسماء يعني، ما شاء الله عليهم. خل الناصرية يعني أسعد الشطري وحسين الركابي ولهيب، وهاي الموسيقى حزينة هواي هواي، الموصل في دول قلبهم على رأسهم أستاذي صديقي ومن علمني لونا الأستاذ رائد فرحان الموصلي، بلال بشير، هذول طلع فائق حسن في دول قلبهم، خليف محمود ملك المائية، عدنان حربو، بس عدنان راح لألمانيا، هواي أكو كثير يعني من عندهم. خل بس أغير هاي الموسيقى لأن حزن وأنا حزنت، وهذا عيد وعدتكم ما أحزن. وهاي شو؟ منو هذا؟ سما العام وأنت بالخير أستاذ، شكرا شكرا جزيلا شكرا. يعني هي تهاني العيد هواي، باكر راح أطلعها وعايدكم من العام. إي راح أغيرها، قلبش خلصان، أوكي، صدق هذا ولا أحسن وين عيد وقلنا فرح، يلا باعوا على اللوحة ما أجي. المطرب مهدي محب صديقي وحبيبي، هاي جلسة كان بيها أخوي الكبير ستار نعمة وحيد أبو الجول الشاعر المبدع، وكان معانا حيدر الشويلي صاحب الصوت الجميل، ومهدي محب، وأسعد أخوي أبو هيبة. كانت جلسة خاصة نعمل حود ونغني نحتفل بالحب والجمال. ما ادري الصوت واصل يوصل لكم واضح؟ لو علينا نصيب. شفتوا العمل؟ خلنا نراكم العمل.
هذا صوتي انا امان احساس جميل يعني دائما اردد هذا شلون جزء يا اللي اختار هذا الجزء يلا راح اسوي الاجزاء واختاروا انتم شوف الهوسه مالك هاي مو كانها ايد اشيل هاي خليها والله مو كانها ايد شو هيك كانها ايد مسويه هيك بالقوم خلنا نسلم على هاي الايد اكو ايد والله زرقة هنا فضية وين ما اقدر اشوف شو المهم يمكن هاي ممكن هاي يلا خلنا نسلكم هيج شنو هيج مول ومومو كلش مومو لوير علي نوار يعني لوير يعني غير محامي ولا شو؟ مرحبا بيك استاذ علي نوار اه حبيبي استاذ علي يا عيوني يعني هذا شو؟ شوف هذا الوجه طالع لنا يلا هذا وين هذا؟ هذا بس هذا تمام جابوا لي مدد المي انا بدون المي مثل السمكه مقطوع قلبي بس اجيك مذكر صحتكم العافية كليه جتوها طلعت من الفرن ها يعني سوى طبعا اقول لانه شغل بيتنا انسان تعبت صارت الدرجة نزلت في وضع اسماعيل مرحبا وش قدم تمارا مرحبا بيك إبراهيم نعمة مرحبا بك بشرى القيسي هي كانت في دعاية تسعيش بشبش تأسم حيلي أسعيش بشبش مرحبا ست بشرى قيسي في دول قلبش وكل واحد قيسي تمام لبنى تقول الله على الوردي لبنى اختاري اي جزء كردينه اختاروا اكتبوا لي من هسه انا راح ارجع اشوف التعليقات شوف كيف مختارين من هذا العمل حلوه ومفعم بالالوان يسلم احساسك هذا تعليق الست حنان النجم شكرا ست حنان صباح كلش اه دكتور صباح كلش مرحبا
صباح كلش فنان تشكيلي عراقي يعتبر من الفنانين الكبار. ألف تحية لك استاذ صباح كلش. يا ما رسمنا على احنا يا ما قلدنا رسومه في دول قلبك استاذ صباح. لك مليون تحية من بغداد. اتمنى من تجي تشرفني والله. محمد متين هوش جاردن كداشين جانين هوش جاردن تمام. مهدي العزيز انت شكرا. فنانة حنان نجم كاتب فنانة استاذ محمود الجميل الراقي عيدك مبارك عيوني انت. استاذ محمود اذا تسمعنا استاذ حنان نجم نزلت لك معايدة عايدك يا استاذ محمود فهمي الجميل. نبيل علي شكرا. طلعت ملكة في شغل ملكة الاحساس. ادري شلون واحد يعني جقارة فيها شاي وين صار هاي خالد ما ادري ايش يسوي. ثامر التميمي يقول راح اشارك البث. اوكي بالعكس انا اشرف اشارك البث شارك على صفحتك وادعو اصدقائي يشاركوني على صفحاتهم. واذا تحب تصعد تعايد احد عايد اصعد هلا بيك. هلا استاذ ثامر ابو محمد الجميل ثامر التميمي البارحه زارني وشرفني هو وصديقي الاقدم عادل العراقي عادل محمد رشيد المطرب المعروف يعني بغداد وهو صاحب الصوت الجميل مو حضرتك مغطي اللوحة ومدى أشوف هذا يا بطل كاملة أقصد له بالله طبعا بطلة وآخر آني صار صار حمزة الفرتوسي شلونك يا حمزة يا حبيبي قلبي حمزة محمد عبد الرضا محمد محمد اختار لوحة يا صديقي يا ابن عم الجميل يلا اللي يحب يختار مرحبا رضا 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 فرحان هنا استاذ رضا عزيزي نور البيت والله مرحبا عفوا عفوا ست لبنى عبد الكريم تحييك استاذ محمود الغالي محمود فهمي يقول لك نور استاذ محمود فهمي لا بعدك ويانا بالبيت انا اشوف طلع بعدك ويانا لو اجوز طلع الرجل يعني تعرف ناس مشاغل بعد طلع عادي تمام. حنان نجم تقول بالعافية الله يعافيك والله تمنيت هاي كليتشيكم شوف شلون كليتشيك انا يدي وسخة بالالوان بس نيك هذا اوكي ناكل الالوان من اغسل يدي ما اطلسن حيدر محمود مرحبا بيك استاذ عدي فاضل عدي حبيبي شلونك عدي يا قلبي يا عزيزي سلام خاص الاستاذ الدكتور زهير صاحب الله عليك سلم عليك مهتأر الكلام اسمع الفلك مال حسن عمران كيف هذا صوت نجاة لا عفوا هذا صوت فيروز يعني كتبت ما اعرف كتبت كان فيروز هي فيروز طبعا اني اختار الطبقه العليا تمام لانه هذا لبنان راح أأشر وأقول لي هاي ولا لا حتى واحد وياكم وإن شاء الله ما أنسى واحد يعني التعليقات هي مشكلة تمام يعني أحمد الشاعري حبيبي ألف تحية لك منا الأريزونا عمتك سلم عليك فيروز في منتصف الليل علاج نفسي في دول قلبك وقلت لك أنت جميل عيني ست لبنى بالأعلى ياهي هاي عصام الناجي ألف تحية حسن عمران كيف حرشة طبعا في رزق الحرشة ما انتك تخبر في ذو لك كل حرشة عندك حتى حرشتك حقا خاطر الله لحظة لبنى تقول لحظة تمام وين عيني ليش ما صعدين شوية ما تغني لا تغني بس قولي لي هاي لو مو هاي ما ادري ايش. جمالك
ترجع صباح فضل. حنان النجم لا تسمح اريد المكان اللي بي اصفر بس خالي من الاحمر والبني صاير تحت الكف الازرق مباشرة. تمام حنان يمكن عرفتك. راح اعيد اللوحة. الكف هنا ست حنان اذا هاي قولي هو هذا حتى نحجزه. اكو جوا مثل قلب سمائي مضبب. خلينا نجيب قلم حتى ثبت حتى تصير بعد الشغله رسميه. صباح فخري يقول عيشة لا حب فيها جدول لا ماء فيه. شنو هاي؟ هاي دقيقة اسمحوا لي أحمد الشاعري. بس لا توقع شو التليفون. أحمد الشاعري حنان بس أو لبنى أشولي وين عيوني؟ هذه أريثة لبنى دقيقة وصلنا إلى لبنى أو حنان في الولاية يكتب ما دام هنا والبدر كله لقلبك. آمر محمد يفسق السلام ويسأل على الأوحى حبيب قلبي يا آمر تؤمرني أمر بس قول أنت بس فصلوني بس حنان أم الصيح من جوة من طومي تمام أخذيها قلب حنان قول أخذيها قلب راح أدور شيلها تمام لبنى تقول لا 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 ويا عارك ما اسمع صح ست حنان يمكن لو نفسها تمام لبنى تقدم الكرة شوف الست حنان اول عيونك طبعا شكرا لروحك الجميله ست لبنى عشتي ليش والله حنان النجم ما فرق بيني وبينك لبونه تمام حنان النجم تقدم وصل الهدف بسم الله تمام واضح لبنى عبد الكريم توصل للسنتر الى خط منطقه الجزاء وتقول ابد صارت له مطوم قال هنا يعني رؤوف الله رؤوف العطاء شلونك من الاربعين الف تحيه لك يا قلبي صح حق كاتب انا راجع اعذروني اخاف في التعليق يعني الزول الخاص اخاف حتى خاص كلها راجع ولو شي راجع هاي معايدات العيد ما تلحق علي الفيديوهات مالي ما تلحق تشوف الكلام عصام الناجم مرحبا بك احمد الشاعري اسمك صار ضاعت اذا تشوف راح اطلعها تكبر راح احط بعينك يمكن يطلع اصور هذا اسمك تمام يا يا اللوحة أحمد الشاعر اللوحة اللي تفتكر من سوف تكون في مشهد مكتوب قصير قادم لي شكرا أحمد الشاعر حبيبي أحمد الشاعر يقول اللوحة اللي اختاريتها راح تصير فيلم قصير في أمريكا إليه شكرا جزيلا أستاذ أحمد صالح النجار صالح عيوني ألف تحية إليك وكل الفنانين الفانقين يا عيوني محمد السيد ألف تحية
حسن الله كيف الله صوت محمود انا اريد راح تبدي تسوي الحرشه مالتك حسن كيف فدوى القلب كل حرشتك بس انا نصيني صوت على الجيران عادي اوكي وين وصلنا صالح النجار مساء الخير كل عام وانت بالف خير يا مبدع شكرا استاذ صالح النجار عيوني الف تحيه لك ولكل فنان فنانين كلكم يعني ما شاء الله عليكم استقبالكم كان لنا كل جميل شكرا محمد ال السيد علي اسف على ما فاتني من الجمال تحياتي يا استاذ محمد ال السيد علي شكرا هذا وصل جميل اهلا بك هو كان بث قبل هذا البث هذا البث الثاني شو البث هذا اللي بس بس تمام خلينا نشوف شو هذا الجماعه مستحيل ست انت اول شلون ست شلون راح تبدا تمام من يعرف هاي الأغنية شنو؟ محمد آل سيد علي يقول أيامكم سعيدة كل عام وأنتم الحب وأنت الحب يعني أني شكرا لك أستاذ محمد تبوي قلبك لبنى عبد اللطيف طيب عيوني أنا أريد فوق وين مدرب أول شيء التركواز تمام راح أأشر ست لبنى وقول لي لوين فوق التركواز أعتقد هذا ها الله هو هذا المربع هذا الشيء ست لبنى ده هو كتبي يعني نعم قولي هو هذا سحر محمد اختار ايش لوحه محمد سعيد اختار لوحه اختار اصدقائكم حسن عمران كلكم اختاروا هذا الجزء لا اكتب هذا الجزء حتى اكتب يعني انا احب اكتب حتى احجز الاجزاء اليوم فكره العمل هي اجزاء اكتبي هذا لو لا يعني لو فن اللي دا اسوي ادري اوكي هي قلوب بس ما اعرف هل الاغنيه على واحد هذا لا لا بس كتبي قصي فزعلي دول قلبك قصي شلونك عيوني مليون تحية لك وللفزاعل هلا بيك لبنى اوكي عيني يعني هو راح نكتب على هذا الجزء لبنى عبد الكريم انا طبعا اكتب على الطرف لان هذا يتأطر هاي الحجزة إلى لبنى هاي الأحمد الشاعري بقت حنان نجم يعني بس أقديلي يمكن الجزء اللي بيكيف بس الجزء اللي بيكيف قل يبالش يعني هاي صحة بس أقديلي حتى أقدم عيني ست لبنى عبد الكريم وين الاسم كتبناه وينه ها الزمن الباب وصير صير ويا علي اعتقد كبرتها وضحك كتبنا لبنى عبد الكريم تمام التشكيل قصي الخزعلي حبيبي انا استمتع برسم بالرسم وناسي اسلم عليك قاعد ترسم فدوى لقلبك الله حلو اذا ترسم وهاي
طبعا انت كلك ابداع ولوحاتك جميله. ست لبنى عبد الكريم تقول ممنونين منك، تعبنا بالعكس، تعبكم راحه. ست حنان اعتقد هذا الجزء راح اشر عليه، اذا هو هو لي إيه هو نهايه هاي ايه هاي كبير، لا هاي مال احمد الشاعر، انت جوها هي هاي من احمد الشاعر اعتقد الجواها اعتقد هاي هيجي هاي لبنى جميل. ست حنان بس اكديلي لطفا يعني بس اكتبي انه هاي لو وياي حتى امشي ايدي او لا قول مشي ايدك من يمنى مثلا قال لي يمنى عندي جنة. حنان النجم مرحبا حنان، حنان النجم اشرين لعيني بس اكتبي هذا الجزء اللي تردينا من اللوحة هذا هذا او لا بس اكتبي يا لهوي يا حبيبي عرفتك من جديد يا حبيبي عرفتك من جديد سبحان الله. إذا سمعينا لطفا اكتبينا يعني هذا الجزء حتى أحددك اللي يسمعني أيضا خليه يكتب ويحدد اي جزء لي. اخوان يعني انا بعد قليل راح انهي البث، فاتمنى اللي يحب يحجز لوحه خليه يقول. اعتقد هو هذا اللي تريده لبنى تقول اعتقد زين هي خلت تكتب لنا حنان يلا اوكي يعني احتمال باكر اللي ما راح اشيله البقيه راح يحجزون أنا راح أنقل لهم. يعني مؤقتا راح نكتب حنان النجم رادت هذا الجزء، لأن يعني هذا الجزء اللي يبيه جزء أحمد الشاعر هي اللي قالت لي الأصفر هذا، طبعا هو جميل جدا هذا. فراح أكتب حنان النجم. اسفه صح صح وجهي هاي حنان، حنان انا كتبت هذا الجزء عزيزتي هو هذا اللي طلبتيه هذا الجزء هذا كتبت حنان هو هذا سحر محمد تقول الجزء الاعلى اريده اوكي بس سحر ست سحر وين تكتبين؟ الجزء الاعلى تمام هسه راح اجيك انا احنا كتبنا هذا بقى اوكي بس قولي هو هذا الجزء انا كتبت على هذا الجزء مالتش حنان النجم حنان شكرا جزيلا خالد نعم هذا الجزء شكرا شكرا لك لانه هسه ننتقل الى ست سحر محمد ست سحر وين الجزء الاعلى بس حددي لي احمد الشاعري حنان النجم لبنى عبد الكريم هذا ابن عبد فما عرفت الترجمة اللي تصفى لأن أنا بعد شوي راح عندي البث تكتبوني ست سحر كتلي ذا هاي هذا
اللي بصف مال ابن عبد الكريم هذا الجزء. إذا هو قول لي ست سهر تمام. كاظم أبدياً أي جزء يعجبك؟ كاظم أتمنى تصعد تحكي لنا شوية ما يصير هيك ترى كاظم صدق كذي عاد عايد الناس معود. وإذا عندك جزء يعجبك قول. ست سهر محمد أعتقد أنت تقصدين هذا الجزء. راح أكتب عليه مؤقتاً سحر محمد تمام. سالم التميمي ألف تحية لك اليوم هلا. حسن عمران الكيف يقول مربعان أورنج وبرديان تريتين عيوني لك بس حدد لي اياهن. حدد لي حسن عمران الكيف أورنج وبرديان حدد لي حبيبي سالم التميمي منور فاضل عزيز. شكرا يا سالم. فاطمة أكرم مرحبا. سحر محمد نعم كتبت سحر محمد هذا الجزء أنت بصف جزء لابن عبد الكريم يعني هذا الجزء صار لك. بس تشوفينه من يكمل ونطلع نفك لين هي راح يفكر يعني صراحة وتأطر لي سنة شيء جميل يعني تشكيل قصي الخزعلي أنا عجبني عجبتني اللي بالأعلى بالوسط قصي عيوني قصي الخزعلي وينه بالأعلى بالوسط كلش حلوة هاي بالأعلى بالوسط صارت لابن عبد الكريم يعني أنا كلش آسف من عندك يعني حجزة ما أعرف وقت عندنا هاي طويلة يا حجزة يا ذكي أحمد الشاعري هاي لنا تمام بالعافية. أحمد حسن بس قل لي حسن دقيقة مساحتان يحيطهما الأوكر مساحتان حسن راح أقول لك وقل لي فدوة حتى واحد راح نخلص ترى الأوكر هذا الأوكر حسن الأوكر يحيط لوحة لبنى وسحر محمد يعني ما أخذ هذا يعني اخذ غير شيء منها القضيه صارت هناك بس هاي محجوزه عندنا هذا الجزء بس شوفوا راح اطلع الجزء اللي ما محجوز تمام الجزء اللي ما محجوز هذا بس واحد اثنين ثلاثه اربعه بطن حسن قل لي وخلنا اشوف قصي الخزعلي ايش قال كاظم ابو مدين اكثر من 10 مرات طلبت منك وانت مع الغناء وتاركنا تخاف من عندنا لان انت بالعكس انتقدني هو لنقدك يلا اصعد هسه انقدني طبعا كاظم ابو مدين هذا حبيب روحي انا اعرف هو شي يقول يا قلبي يا كاظم ابو مدين اصعد هسه قدام الملأ الموجودين متابعينا واحكي بكل صراحه شنو رايك بخالد نعمه وشنو اللي تريد تقوله احكي اصعد دز دعوه راح ادز لك دعوه بس اوقف بمكان مناسب خاف يعني انت مو مكان مناسب تمام هاي قدام الجماعه بدون قلبك تمام وينك كاظم ابو مدين كاظم هذا كاظم مدين دزيت لك الدعوة الدعوة إذا أصير مكان مناسب ما في مشكلة وبعدين أنت حط رايك خالد نعمه شغل خالد نعمه واعرف شو عدمه يعني هو يقول انت مقندل بالغناء والغناء هو يواصل الواحد يقندل صدق يسكر بالغناء تمام نرجع لقصي الخزعلي وين كتب قصي الخزعلي يقول اللي عجبتني
الى بالاعلى وبالوسط كلش حلو تمام. لا مو قلنا اللي بالاعلى هاي اللبنة قصي، حدد لي غير شيء، احنا قلنا الجزء بس لا تضغط بس هذا الجزء، حدد لي واكتب لي وعيوني لك. فاتيما اكرم حسن كيف مساحتان يحطها الاوكر، قلنا هاي نحجزن اللبنة وسحر تمام. نرجع ست لبنى نشكرك تعبناك وسلام سلامنا لست الحنان الأم الحنونة والست الحنان الأم الحنونة أمي في القلب والزوجة الطيبة في دول القلب زوجتي أم أمير الورد كل عام وأنتم وجميع. شكرا لبنى، شكرا يا عزيزتي، شكرا على القلب الطيب هذا التشكيل قصي خزعلي. نعم أوكي نعم، يعني وين هنا قصي بس حددني أنت، يعني المشكلة الرسام هو اختياره يكون بكلش دقة في دية قلبش لبونة جميلة عيدك مبارك حنان نجم أخوي من جد عيدك مبارك حبيبة تمام. سحر محمد تسلم لي يا ذهب، اليوم تعبناك شكرا سيد سحر محمد، شكرا جزيلا تمام. هبا هبا يا المزيان يقدر يكتب لي الهبا تختار لها لوحة هبا، هاي لازم لبنى، لبنى كتبيها كنت تختار لها لو واحدة، اكو ناس تروح تركي نوديها حسن يقول اختار على اليمين، حسن كيف على اليمين راح اقول لك وينها وانت قول لي هاي حسن كيف هاي اذا هاي حسن كيف قول لي هاي حتى نلني البث، أنا تعبت في الظهر قبل وجاني صراحة. هاي حسن الكيف أختار أعلى اليمين، هذا على اليمين أعتقد هو، بس قل لي إيه هو هذا، هذا أعلى اليمين اللي هو هذا الجزء يا موفق جميل حسن كيف إيه ألف رحمة على والدي حسن إيه الظهر قبل ما وجاني والدي حسن الكيف كله حسن شكرا تمام. نرجع وصاير خزعلي كلها حلوة هاي تذكرني قبل اكو دعاية بالتلفزيون بقول له شتختار قال له شختار اذا هي كلها دين حر شختار ما تقول لي هي كلها دين حر اوكي هبا عفية عليش لبنى اي والله احكي لها خطية حسنين استيوسن هبا جانم هانجيسي صح هبا هانجيسي استيوسن جانم هبا صناعتش صناعتش تركتش هم معتم اختيار اهتياري يمكن يجي اي كتبي قلوب ضاحكة هاي اي شسم تعبت حتى وجهي ذبل باكر اسبح وازين ولا شو هسه اسبح وازين مو باكر بس لا زين باكر موس وعايدكم تسوي بث بس نعايد بعضنا هيدو دقيقه لا تفوتني التعليقات وهم ترجون على مو ترى عندنا تطلع اللوحه بالعكس صح 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 لبنى هي بالعكس صح صح هيدو هيدو شو هيدو ما اعرف ثامر تميمي انت اختار لي مكان ثامر تميمي انا راح اختار لك يا عزيز ابو محمد تمام انا راح اختار لك قبل لانه بعد ما مختارين الجماعه ثامر تميمي عرفك انت ايش تحب هذا ثامر هذا قلب العمل بصراحه تمام هذا ثامر تميمي لك ثامر تميمي قلب العمل ها
هذا جزء صار الثامر التنيني اللي هو هذا. هذا سامعين بقلب الحوت؟ لا. قلب المحيط؟ هو فيلم تايتانكس مثلا قلب المحيط؟ فهذا قلب اللوحة. ثامر يقول الله عليك حبيب قلب ثامر تستاهل. لبنى تقول لك كلش حلو. يعني الفكرة هي مال قلب العمل اتهمتها و... تقول لك هباف اتهمت. ها تمام. ايش اقول لها؟ تختار اختيار اوكي هباف يعني اختيار بان يعني تلاقي لي لبنى رحمل. هي موجودة خلنا اشوفها موجودة. لا موجودة انا اختار لها. اي هفا موجوده تمام. ابو حسين لبنى تمام. هفا هاني هفا هاني ساعديني لبنى اختيار شنو اختيار؟ اعتقد اختيار هفا هفا هاني اختيار اختيار. لا تاكين خاطر الله مو دابا تمام تمام. هبا هانم بليز لا يا بليز لسن تو مي. هبا هانم بو بو سنين بو سنين توفال توفال بو سنين رسن دمرتني اليوم مترجم وين. انت اليوم لبنى مترجم ومغني ومعلق وتابعين شسنا انت الكل بكل عيوني عزيز عيني. هفا هانم تمام. هفا هانم بو لا لا لا, لا هذا مال حسن كيف. لا 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 هاير هاير يعني اسف قصور بقمة قصور بقمة تمام. هفا هانم والله نبغى اثنين واحدة الهفا واحدة الما تلاحقونا. قصي خزع اللي راح تبقى لك اعتقد هفا او هفا 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 هي رسامة لازم نختار لها شيء خطير. هفا هانم بو اختيار بو تمام. هبا يلمز تمام بو كتبين هي قاعد تكتب وجودها كي هي قاعد تضحك. شلون اقدر ارسل تركي ترك ترك دا بان بو توفال ترك دا سنين لاصت علي. يلا هفا هانم بو اوكي كلش ضاري قام يوجعني. تصوروا يعني واحد واقف تمام هبا تمام تمام هبا هانم بو تعرف لأنه توقع بيسعى السماء البث بدأ بالتسعة بس بيسعى أنا عندي ساعة بالتليفون يا بعد واحدة ونص حسب عشرة داعش ماش واحدة ونص خمس ساعات إلا حسب يعني وقفة واحدة تمام. هبا هانم تقول تمام هوش جالدين هبا كذا شم هاي تمام
لبنى لا سوينا سالفة بعد اختارينا اللوحة. كلر تقول كلر صح قضية فيها لون رينج رينجلر الألوان لبنان يقول يا تشوف جزار ريد هافا يالمر ريد افت بو ريد دس 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 بو تماما هافا يس تشكر ادري لاج لا لبنى احمر اي اي لبنى احمر اي اي ريد رانجلر افت اللدم اللدم تريد الاحمر تريد مني لا شلون هيك اغنيه تريد مني لا تقول اسود شو وقت قاعد تسوي هذا هانم هوش جالدينيز اللي بيه أحمر وأسود وين اللي بيه هذا طينال هذا تامر هذا تامر هاي تامر تامر تميمي تامر تميمي بقى بس هذا بو أور لا مو أور ذا بو ذا بو ذا بو بو هافا هافا هاني مقعدنا هذا العمل مقعدنا هاي القطعه واحد يكتب لي منو راح اجلسها له وارسلها له هاي القطعه ووتشن تمام ساعدوني بالاختيار انا اصعد اشوف حق كتبه الناس هي تقول هي تقول شو تقول تريد مني الصفصاف ايوه تريد مني الصفصاف والله شنو الروح الحلوه هاي فدوه لبنى ميوس مصطفى فريد مصطفى مرحبا مصطفى فريد عيوني شو وقت ارسلك يقولون بالله اجلت في العظمية قاعة خالي راح نحضر روحنا دكتور جبار جودي كل عام وانتم بخير دقيقة دكتور حبيبي دكتور جبار جودي عيوني عزيزي نقيب الفنانين المحترم نقيب الفنانين الجديد حبيبنا وصديقنا دكتور جبار جودي تمام خلي ارجع خاف كاتبين قصي كاتب خاف كاظم بدي كاتب وانا ما ادري تمام بقت وحده اختاروه حتى سد البث لان ظهري قام يوجعني والله مشقه تمام لو الطارف شعرها لو طارف شعرها وقعدت بسدي القمر غبش انطفى وبات الحزن عندي لو طارف شعرها وقعدت بسدي القمر غبش انطفى وبات الحزن عندي جميل وبات الحزن عندي نيابة عن نيابة عن عادل نريد مكان اي عادل تمام هذا المكان العادل عادل العراقي يدلل دكتور جبار نيابة عن عادل نريد مكان هذا القاطع العظيم والله طبعا طبعا اسمع يعني هذا اسمع القاطع يخبر يعني هاي اللوحة المكان البقى صديقي هم راح يزعلون عليه هواي أنا متأكد لأنه واحد من هذا أريدك بس راح أسوي لوحات إن شاء الله هم نوزعها للجميع نفس الفكرة حلوة هاي الفكرة والله شو تقولون
والله مهدي ومحمد المعن باكر يعني راح يلعبون بيها. اوكي عادل العراقي يعني خليتوني هاي اللوحة راح تصير بناء على طلبهم خابر ثامر قايل له هاي اللوحة عادل العراقي المطرب عادل محمد رشيد هاي آخر جزء باللوحة راح نهديه والله لو تدرون عادل العراقي منه شنو من صوت عنده شنو من فؤاد سالم يعني شنو إن شاء الله راح أجيبه هنا وتشوفونه عادل العراقي فنان حساس ملك الأحساس هاي العمل إلى عادل العراقي حتى بعدها راح أنهي البث هاي تمام تمام عادل عراقي من كلمتها تمام خلينا نشوف يلا نعيد بس اعيد لكم وين صارت اللوحات النا الاجزاء حتى توافقوني عليها نبدا من هذا الجزء احمد الشاعري راح تروح هاي اللوحه الى امريكا اريزونا اللي جواها حنان النجم هاي اللوحه راح تروح لالمانيا اعتقد بهامبورغ ما ناخذ العناوين ولا تهتم اللي فوق وين فوق هاي اللوحه للست لبنى عبد الكريم بالسويد ستوكهولم انا ادسها من عيوني والله للست سحر محمد هاي الجزء صار هذا الجزء هنا استاذ حسن الكيف الشاعر والفنان التشكيلي العراقي بالحله هاي ادسها له هذا الجزء بو هافا هانم هافا هانم تركيا يعني تركيا دا هذا الجزء قلب اللوحة ثامر تميمي هذا ثامر تميمي تمام هذا الجزء صار إلى عادل العراقي عادل العراقي هذا الجزء ايه هاي تمام محمد قبل لا اختم البث محمد ال سيد علي يقول الجميل انني بينما استمتع بفنك يحضرني اخيك عاطف هذا اخوي شقيقي الاكبر مني باستراليا فنان تشكيلي اسمه عاطف نعمة لأنه نفس الصوت محمد وعاطف هم كانوا فد رحلة واحدة بالإعدادية فصديقة هو لأنه نفس الصوت طبعا احنا اخوان فصوت واحد حتى يشبهني والحركات تحياتي لأخيك عاطف شكرا استاذ محمد السيد علي أمير الشيخ مرحبا بيك حسن الكيف حضور تبلت تقول يا مساء اشرقت والله العظيم يعني اكو واحد بطل كتبها خلاني اشرق تمام حسن الكيف يقول الله الله فدوى قلبك وهالقلوب هاي الحلوه عبد الزهر الركابي مرحبا بيك احمد الشاعري اشكرك من القلب استاذ خالد اللوحه تفرقت في انحاء العالم وهذا المراد من الفن ان يتوزع الجمال الى جميع العالم وأنا هي الفكرة كانت إنه اللوحة مالتي أجزها وراح أسوي هذا والله هالفكرة راح أسوي إنه أنا أعرف عندي كل شوية أصدقاء في يعني يردوا اللوحة فراح هم أسوي نفس العمل وهم راح أقسمها بنهاية البث يعني احتمال اللوحة القادمة
فانتظروني يعني اسوي لوحه لوح اقسمها جزء شوي بعد اصغر حتى تكفي اكثر عدد. عاشت ايدك يا احمد الشاعر والله التفاته جميله كلش عباره جميله. قال خالد اللوحه تفرقت في انحاء العالم. شوفوا الجمال اللي مسكه احمد الشاعري وعبر بهاي العباره الجميله. والله العظيم هو هذا مبتغاي، والله مبتغاي من الفن ورسم اليوم. هاي القضيه مال تفرقت اللوحه الى انحاء العالم، هذا الجمال، هي هاي الرسائل الجمال، هي هاي رسائلنا، هي هاي مسؤوليه الفنان والمثقف العراقي اللي يعني هذا ديدنه انه يحب ينشر الجمال في كل شيء. يعني حتى ست لبنى اليوم كان صوتها ايضا يعني تخلل انحاء العالم، مسامع تخلل مسامع انحاء العالم، هم بثت الجمال وسمعتنا بصوتها الجميل. وصل استاذ عمار السويعدي كذلك هو في تركيا، هم بث الجمال لجميع العالم من هذا المنبر البسيط. تحيه للاستاذ عمار. ويمكن نتكلم، انا اشكر الدكتور رعد فليح زميلي واستاذي الكلمه اللي قالها، واشكر ايضا حيدر علي اللامي ما انسى المقيم في لبنان، واشكر اللي دعوته للمشاركه، دعوته الي للمشاركه في مهرجان لبنان القادم اللي راح يقام قريبا، وان شاء الله اشارك وارفع اسم العراق عاليا. الله ارفع العلم العراق في دول الله. احبائي القضيان اسوي فشي جديد راح تشوفوني، وجزء بث باشر من هناك 100%، انتم وياي هنا قايلين لنا هنا تمام؟ تمام. غلام اوغلو هوش جاردن غلام. زياد جسام، زياد لك حبيبي وين شفت عيوني؟ لو حاضرنا وشايف العمل وتوزع العمل راح يعني. زياد جسام اعرفكم به صديقي وزميلي فنان تشكيلي عراقي ممتاز جميل جدا، له بصمه بالساحه، ساحه الفن العراقي التشكيلي تمام. مجيد الكروي في دول قلبك استاذ مجيد. لبنى عبد الكريم، بالفعل هذه الليله تجمع الجمال بوجود طبيب. بالفعل اي والله شكرا ست لبنى، ما اعرف شلون اشكرك. زهير التكمتشي عفوا زهير التكمتشي، يعني ترى هنا بالبث يطلع الاسم مقسم واحد نازلها، يعني اسمه مكسوم واسم ابوه مكسوم فما اعرف يعني، بعدين انا اعذروني خاف اقول انه حباني له. المهم تمام، فالف تحيه لك استاذ زهير حبيبي التكمتشي والكل تكمتشي. لبنى عبد الكريم عيني مو مشكله، مري كيفك على احد، اي احد يجي للعراق من السويد ممكن تكلفهم يوصلك. هسه هاي اوكي، دي اهم من مبادره حلوه، واذا ما اجاني عند كلمتي اهل اللي خارج العراق هم اللي وعدتهم اوصل لهم. طبعا اذا اجى احد وقلت له روح مر على خالد نعمه وتطلع عنواني وتليفوني راح يسهلوها علي، فاشكركم. اي والله اي واحد يجي. تمام طبعا محفظه تبعثيه. سهاد نجم فدوى لقلبك استاذ سهاد. سهاد نجم ابن الملحن الكبير نجم عبد الله للعلم، اللي كان يطلع برنامج يمكن دورو دوري مي فاصول لا سي، يمكن هالبرنامج كان يطلع بالثمانينات. جميل نجيب الكروي، نجيب الكروي القيسي فدوى لقلبك وكل واحد قيسي. شنو هذه اللوحات الجميله ابو امير؟ ما جيت ما لحقت على توزيع اللوحات، هي عده لوحات وزعناها لكل من اختار من هذا البث. اعتقد اذا لحقت على البث الاخ تحجز لك لوحه. عيوني لك يا مجيد. احمد الشاعري نريد ان نرى صور للوحه عندما يتم توزيعها ونشرها على الفيسبوك مع اسم الشخص الذي اخترته ان شاء الله. شنو احمد شنو هاي شنو هاي اقتراحاتك حلوه كلش حبيتك والله. شنو هو خيالك واسع حلو فهو هذا. حسن عمران الكيف يقول فديت القلوب المفعمه بالحب والنظر الدائم. خل بس انا الصياده حتى اختم. تمام اعتذر.
يعني العفو أنا ولا قلت كلمة هذا هو طالب القراولي شلون أقول هذا؟ والله أعتذر من طالب القراولي جزيل يعني الاعتذاري والله بس هي جت أنا قصدي على جهاز الميوزك يعني مو اليرمي تمام؟ ياسمين يعني أنا كلش فرحان بوجودك أنا نسيت ياسمين يعني من هلا يعني قاعد يحضرون هواي ما شاء الله البث أنتم لو ملاحظين الحضور فاق كلش عدد كبير يعني الحضور اللي متواجدين دائما مو اللي ناس تطب وتطلع وتطب وتطلع طبعا تطب وتطلع ما صدقكم إذا أقول لكم بالعشرات بالمئات كل شوي بالمئات والله بس الحضور الرنج اللي بين يعني هو باقي مستمر يعني ما نزل من العشرين وهذا اللي يعرفونه للبث المباشر يعني هذا الرنج بيتش بث يعني استوى يعني فتي الخطوة إشارة جيدة يعني بعد الخطوات راح إن شاء الله تصير هواي شنو هالقلوب الحلوة هذه اللي يسوي قلوب في دول قلبكم تمام هسه تسمحوا لي واستأذن منكم وأرجو أنه ما سمعت أحد كلمة سهوا يجوز كلمة ضوجتها أو كذا أعتذر إذا طلعت من عندي كلمة مو زينة وأرجو أنه متعتكم وأرجو أنه أكون ضيف كان ضيف خفيف الظل يعني وياكم يعني ما أنا ما أعرف أتكلف أريد أبقى وياكم عفوي وأريد أنزع هاي كتلتني تمام هاي يصير وتر مال العود أنا عندي وتر مقطوع تمام يعني أحب أكون عفوي وياكم أحب أسولف أحب أشاقة أحب أحكي كل شيء ما أضم شيء كل شيء أحكي على بالبث مباشر فتحياتي لكم بس واحد كاتب كتابة طويلة وحلوة هذا مني لازم أقولها قبل لا أروح حنان النجم خلي أشرب مي ريقي نشف تمام وبعد ما أقول على نادي أختي خلود لأن خاف أشرك فدوى القلب أختي خلود مسندس يابا حنان النجم تقول شكرا خالد المبدع وشكرا للبنان ولصوتها اللي يصدح وشكرا للبنان ولصوتها الذي يصدح شكرا لعمار وكل عام وانتم بألف خير وكل من حضر البث بألف خير ربي يفرجها على وطننا الله وطننا العراق الغالي بوسه بالنيابه عنكم الى وطننا العراق ودار مدايرنا حتى اذا انتم برا ودار مدايركم تمام شكرا تقول وكل من حضر البث بألف خير ربي يفرجها على وطننا الحبيب الوطن يزهو بكم فنانين تصبحون على خير ومحبه وامل شكرا ست حنان شنو هالكلمه الرائعه من الجمال يعني انا محظوظ والله العظيم محظوظ اللي وياي حنان النجم لبنى عبد الكريم عمار رعال حسن الكيف سحر محمد خافوا عبد محمد السيد ثامر التميمي دكتور محمد المعان مهدي محب مهدي المعلم حصل عندنا اثنين مهدي والجميع محظوظ والله اللي ما ذكرت اسمه هفا نورهان تركيا باش تحضر ان شاء الله رسامه وتصعد ويانا الكل 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 يعني ما وهاي كوبنيه فنانه الامريكيه يعني هو هي راده تصعد كلش راده تسلم عليكم بس ما صار يعني الدعوه ما صارت للجميع اللي ما ذكرت اسمه اعذروني مستحيل اقدر اذكر اسماء متابعيني اللي هم حوالي 4000 متابع من غير صفحتي ديك الاخرى يعني انا رابطها بهاي ذاك البيج الرسمي اللي شو اسمه من غير ديك بيها 7000 متابع يعني عدد كبير يعني حوالي تقريبا 12000 متابع ما اقدر اذكر الكل كلكم عزيزين على قلبي بس انا هسه اثرت بي كلمه ست حنان النجم كلمه عظيمه انا محظوظ الظاهر والله العظيم الله يحبني ورب اللي وقعت بالبحر وغرقت ودز لي خليل المصلاه وجرني شنو هذا شنو الحب الالهي هذا شكرا لكم شكرا للجميع يلا اقول لكم انا ما بدي افارقكم بس راح اقول لكم تصبحوا على خير جود باي فور اول ايجا جلر
مع السلامة جميعا أخوتي وأحبابي جميعا وأصدقائي وأساتذتي. أكو واحد كتب بالعكس فلازم أقولها يعني ليس أطلع وما أقولها، ست سحر محمد. ها بالعكس إحنا اللي محظوظين بمعرفتك وبشخصك راقب. شكرا ست سحر محمد. بالعكس أنا متشرف. حسن الكيف ألف شكر. مع السلامة يا أستاذ يا حسن الكيف فدوى القلبك. طبعا لبنى كاتبة ألف تحية لك غلائي وسلامي لكل الموجودين وبالأخص الأهل. ما أعرف شو أقول، مثل ما قلت الست حنان هو إلج موجه للكل. أنا محظوظ بكم، محظوظ جدا وسعيد بكم. ما أعرف شو أقول والله، يعني شاكر الجابري تمام يا الكاتب محظوظين. تمام قريت فراس حبيبي. لبنى تصبحون على خير. تصبحون على خير لبنى، شكرا جزيلا. هذا هذا يلمز بعد شو أنا إيه بوريا بوريام لار إيه جيلر هذا هانم إيه جيلر هذا. تشكر لكم، مع السلامة، جود باي، أورفوار. إيه جيلر التشكيل قصي شلون؟ لا ما أقدر أقول، لازم أقوله التشكيل قصي. كل عام وأنت بألف خير يا وردة. قصي الخزعلي فدوى، انا متاسف اليوم ما اشتريت لي اي من ان، بس هي انحجزن كلهم. بس انا على وعد راح اعيد الكره هاي، فكره انه لوحه اجزئها اجزاء صغار وارسم وتحجزون لوحاتكم، وانت قصي انحجزت لوحتك بس لا تختارها لازم بالبث الاخ، انت وكل الموجودين تختارون لوحاتكم ان شاء الله بالبث الاخ. شكرا جزيلا نبيل علي، الف تحيه لك. يلا اوروار ايجا جلر جود باي، مع السلامة، تصبحون على خير، شكرا جزيلا.